قرارات وصفت بالصعبة، تلك التي تعتزم قبرص اتخاذها خلال الساعات المقبلة بهدف إنقاذ البلاد من الإفلاس، بحسب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس. ويأتي ذلك فيما يناقش زعماء القبارصة مع الجهات الدائنة موضوع اقتطاع أكثر من 10% على الودائع المصرفية التي يتجاوز حجمها 100,000 يورو. ويعقد البرلمان القبرصي جلسة خارقة للعادة ليناقش فيها اقتطاع نسبة الضرائب على الودائع المصرفية مقابل الاستفادة من خطط إنقاذ مالية دولية ضرورية لاقتصاد الجزيرة. ويتعين على قبرص أن تقرر قبل يوم الاثنين تأمين مبلغ 7 مليارات يورو مقابل الحصول على حزمة إنقاذ ب10 مليارات يورو.